خلونا نطلع نشوف ماذا قال محمود متولي لزميلنا كريم أحمد، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع برضو نكمل كلامنا مع كابتن أسامة عرابي وأستاذ عصام شنطو. طبعا برحب بيكم الأول، برحب بكل جماهير النادي الأهلي، وطبعا الفترة اللي فاتت ما كانتش فترة سهلة خالص على التيم ولا على الجهاز ولا إدارة ولا جمهور. عامة زحمة ماتشات كتير قوي، وأفريقيا ودوري، ومضطر إن أنت لازم تبقى أنت بتلعب باسم الأهلي، فأنت لازم تبقى دايما رقم واحد. بالنسبة للماتش طبعا عملنا نتيجة كويسة هناك، بس طبعا الكورة وارد فيها كل حاجة، فلازم نحط ده في اعتبارنا. ولما بنتكلم مع بعض لازم طبعا بنقول الكلام ده وبنبين قد ايه الكرة يعني ملهاش، دايما في متغيرات يعني، ف كل اللعيبه عارفه مسؤوليه الماتش قد ايه هو مهم. احنا لسه ما وصلناش فاينل، احنا لسه بنلعب الدور الثاني العوده بتاعه السيمي فاينل، فكلنا مركزين ان الماتش احنا نازلين ماتش 0-0، مش كسبانين 4 ولا حاجه. فان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه برضو هناك باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل فاينل ان شاء الله. يمكن جمهور النادي الاهلي بيطالب على طول بالمكسب، لكن في ظل الضغط وفي ظل الظروف لازم يبقى في بدلك للعيب، لازم يبقى في بدلك للمدير الفني، لازم يبقى في سوء توفيق بشكل عام للفرقه. بتتعاملوا ازاي مع الامر ده؟ بتقعدوا مع بعض تتكلموا ازاي؟ وكمان متولي كلمني على قيمه الكابتن محمود الخطيب لما بيتجمع معاكم بيكلمكم في الظروف اللي محتاج ان فريق النادي الاهلي يكون بيسمع كلام من رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. بص، هو طبعا الاهم في الموضوع ان دايما يكون في نظام التزام، دي الحاجات اللي بتوفق. ودايما زي ما انت بتقول كده، في اوقات بيبقى فيها باد لك، بس هو التوفيق ما بيجيلكش غير عن طريق الالتزام، وان انت تبقى تيم واحد كله بيفكر في التيم، ما حدش بيفكر في نفسه. وده اللي احنا شايفينه، وكان باين قوي الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يستمر. يعني طبعا كابتن محمود الخطيب كقيمه يعني في قيمه اجتماعيه، يعني قبل ما يكون رئيس النادي بتاعك انت لما بتكون قاعد تسمع كلام منه، طبعا بتسمع كلام من قدوه تتمنى تبقى زيه في يوم من الايام. فاكيد طبعا الكلام بيأثر، وبيبقى ليه دور كبير في ان انت ازاي تراجع نفسك، ازاي تفكر كويس في ان انت تبقى دايما في قمه. يعني الموضوع ما بتاخدوش على ان انت بتسمع كلام من حد وخلاص. كابتن محمود بعيد عن ان هو دايما سبورت للعيبه ودايما بيشوف، هو خبره اكيد عدى على حاجات كتير قوي من اللي احنا بنشوفها دلوقتي، وبيفيدنا بخبراته. ودايما الجمله اللي انا بحب اسمعها منه ان انا بقول لكم نصايح، مش بلزمكم. هو بيحاول يوصل لنا ان انتوا قد المسؤوليه. فالفكره كلها في انه قد ايه بيبقى واثق في اللعيبه، قد ايه بيبقى واثق في الجهاز الفني. الثقه دي بتتحول علينا في الملعب، ان احنا نبقى خلاص يعني نبقى كل واحد عارف دوره وعارف مسؤوليته، ولازم قد ايه يبقى في التزام بره الملعب وجوه الملعب. ودي حاجات لازم تكون موجوده في تيم دايما بينافس. يعني مباراه المبارك في مباراه فاكس تيف خلاص، يعني نقدر نقول ان احنا بدينا زي ما انت قلت متولي 0-0. جمهورنا كان الحقيقه كان ادى رساله كبيره جدا ودعم كبير جدا. هنقابل على الجانب الاخر جمهور كبير كالعاده طبعا مباراه فاكس تيف. التعامل بيبقى ازاي في الامر ده؟ لان الخبرات كبيره جدا الحقيقه في النادي الاهلي، وانكار الذات كبير جدا، وده سر من اسرار النجاح. مين متواجد مين مش متواجد، الهدف والنجم هو النادي الاهلي. طبعا دايما كل فريق في ملعبه بيبقى مختلف، بس هنا بيبان شخصيه كل فرقه وهو بيلعب بره ملعبه، سواء كنت بتلعب فاينل سواء كنت بتلعب ماتش ذهاب او عوده. الفكره كلها في ان انت شخصيتك لازم تبقى حاضره دايما في كل الماتشات، سواء في ملعبك او بره ملعبك، لو جمهورك الموجود او جمهور المنافس. طبعا مع احترامي لجمهور فريق ستيف، اكيد جمهور كبير برضو، لكن في الاول وفي الاخر انت دايما بتلعب تحت ضغط جماهيري. احيانا بيبقى سبورت ليك، بيبقى برضه عليك ضغط ان انت لازم تسعد الناس اللي موجوده في المدرج اللي جايين يشجعوك. ومن الناحيه الثانيه انت بتبقى عايز الجمهور بتاع الفريق المنافس يسقف لك بعد الماتش. فانا بشوفها دايما حاجه ايجابيه بالنسبه لي، لازم افكر فيها كده علشان اقدر استغل الجمهور الموجود في الملعب.